يا صباح الهنا والجمال، ازيكم؟ كلنا شايلين هم حموم العيال، خايفين يعيوا، وللاسف ساعات فعلا بيعيوا بعد ما يستحموا. السؤال الاول، المفروض العيال في الشتاء تستحمى كم مره؟ بصي، مفيش قاعده ثابته، بس هو غالبا يعني لما بيكون الجو قارس، برد قارس، بنقول كفايه قوي على الولاد مرتين في الاسبوع. فكره ان هو يستحمى كل يوم ده كتير على جلده، مش بس كتير على البرد، الا الامهات اللي عامله سليب روتين او روتين قبل النوم مرتبط بالحموم. لو هي في مكان برد والاطفال بتتعب كتير، فيفضل ان هي تشيل فقره الحموم دي من النوم بالليل وتبدلها بحاجه تانية. مثلا يعني اي حاجه ثابته تكون بتحصل قبل النوم، لوشن معين مثلا، مساج بتعمله او حاجه قبل النوم. لو طفلها متعود، في اطفال سبحان الله في عز الشتاء متعوده تستحمى كل يوم بالليل والام مسيطره والبيت متدفي كويس، فخلاص ربنا معاها. اهم حاجه عشان الولاد ما تعياش، ليه الولاد بتعيا؟ عشان في تغيير في درجه الحراره. وانا داخله الحمام، يعني الطفل داخل من مكان دافي لمكان ساقع جدا، بيقلع كل هدومه في المكان ده ويتعرض لميه، وبعدين في تغيير في درجه الحراره تاني، ان انا هطلعه تاني على الهواء بعد ما كان جسمه اتدفى مع المية السخنة بتاعت الحمام والكلام ده. فالخطوة الاولى اللي المفروض تعمليها ان الطفل قبل ما يدخل تكوني مدفية الحمام، يعني شغالي مثلا الدش بتاع المية السخنة يدفي المكان حواليه شوية، بحيث هو لما يدخل يقلع هدومه ما يبقاش فيه دروب كبيرة في درجة الحرارة. تاني حاجة بنعملها في البانيو، اننا بنملى، عن اذنك بس العروسة، اننا بنملى البانيو لغاية مثلا فوق السرة كده، او يعني تحت صدر الطفل شوية، لو طفل بيقعد من مثلا من اول 6 شهور، بنملى البانيو مية دافية، بحيث الطفل لما يبقى قاعد ما يبقاش جسمه كله عريان، لا يبقى لغاية ظهره هنا مثلا في المية او حاجة، اهو قاعد خلاص لغاية ظهره هنا في المية، كل ده دافيان، فدرجات الحرارة بالنسبة له مش متلخبطة قوي. اطفال الاكبر في السن اللي بتقف بقى وهي بتستحمى، بنشغل لها الدش بيفضل شغال، بحيث يفضل يجيب لهم مية على قد ما تقدري تكون مظبوطة. المية لا يفضل تكون سخنة قوي، لان كل ما كانت المية سخنة كل ما هتتبخر بسرعة من على الجسم، فالجسم هيحصل له ايه، درجة حرارته هتنزل، فيفضل تكون المية دافية. ودايما ما تجسيش المية بايدك، لو جسيتي المية بايدك هتحسي ان ده مش حكم صح على المية. المية بنجسها بكوعنا، بتحطي كوعك في الميه وتجسيها، لان انت لو حطيتيها بايدك وبعد شويه حطيتيها تاني، انت نفسك هتحسي ان انت مش حاسه بحاجه، خلاص الميه لخبطتك. حاجه كمان مهمه قوي، عمليه الحموم كلها من اول ما الطفل يقلع لغايه ما الطفل يلبس، انت محتاجه تعمليها في اقل من 5 دقائق. طب تعمليها ازاي؟ تكوني مجهزه نفسك، بمعنى انه الليفه مترغيه، الشامبو، الشاور جل، الحاجات اللي هتستخدميها كلها محطوطه تحت ايدك. هتطلعي تلبسي، يبقى الحاجات اللي هتلبسي فيها لازم تكون جاهزة. ودايما احنا بيبقى عندنا كومة هدوم، شراب وطاقية وسالوبات وفانيلا داخلي وبطانية هنلفه بيها، فلازم تكوني مرتبة الحاجة باللي هتلبسيه الاول. يعني دايما تكون فانيلا كات مثلا، لو بتلبسي مثلا فانيلا كات، فانيلا كوم، الحفاض محطوط معاه الكريم بتاعه، البنطلون المعرفش ايه، وهكذا. خلي معاكي فوطه تانية غير الفوطه اللي بتلفي بيها الطفل، انت دايما بعد الحمام بتلمي الطفل، تيجي تحطيه عشان تلبسيه، الفوطه دي عمرها ما بتلف كويس من فوق، فلغايه ما تلبسي الحفاض ارمي فوطه على الطفل على صدره من فوق، بحيث انه على ما تلبسي الحفاض طبعا لانك بتخافي يبل الدنيا يعني، يبقى هو صدره على الاقل دافيين. ممنوع اخرج من الحمام وراس الطفل مبلوله، لازم اكون منشفه الراس كويس قوي. لو الشعر لسه مبلول، في اطفال عندها شعر ما شاء الله وكثيف حتى هم بيبيز، لفيه بحاجه، لفي بفوطه، لبسيه طاقيه او حاجه شويه كده لغايه ما يتعود على المكان. وفي امهات لما بيكون بيبي صغير بتحمي في اوضه النوم، يعني بتقدر تظبط كميه الميه وفي مكان دافي على الارض مثلا في اوضه النوم او في كده، لو قادره تعملي ده ويبقى المكان ادفى خلاص يبقى تمام، لو طبعا هتبهدلي الدنيا خلاص يبقى الحمام اولى بينا. اللي بيحمي طفل في الحمام يا جماعة لازم ياخد باله من سخان الغاز، سخان الغاز بيطلع غاز اول اكسيد الكربون لو مش متصين كويس، غاز اكسيد اول اكسيد الكربون ده قاتل صامت، الطفل والام ما بتشمش ريحته غير لما بعد الشر هما الاتنين يغموا عليهم من الاختناق،
فلازم يفضل الحمام ميبقاش متركب فيه سخان، السخان يكون راكب في المطبخ. الوصلات لو هتركبيه في الحمام، الوصلات لازم تكون متراجعه، لازم يكون له مدخنه بتسرب منها، لازم تكوني فاتحه نص فاتحه في الحمام، ما ينفعش تبقي مقفله كل منافذ الهواء عشان يبقى داخل لك نفس. لازم العين بتاعته تكون زرقاء، خدوا بالكم لان ده حادثه متكرره جدا بعد شر عن ولادنا. دي بقى للخناقه الازليه، احمي الطفل بالليل ولا احمي الطفل بالنهار؟ الموضوع كله ايه؟ انا عايزه الولد بعد ما يخرج يبقى في درجه حراره هاديه وثابته، بمعنى انه ما يبقاش طالع والباب بيتفتح ويتقفل والشباك رايح جاي والعيال خارجه من اوضه لاوضه وخارجين من الدفايه داخلين على الدفايه. ده اللي انا بحاول اتجنبه. فلو انا قادره اتجنب ده بالنهار والجو بالنسبه لي بالنهار ثابت وابني قاعد في البيت لوحده وحدفيه وكلفته ويفضل في نفس المكان وينام بعدها، تمام. لو انت مش قادره تتحكمي في درجات الحراره بالنهار بالنسبه لك يبقى بالليل افضل. ليه؟ لان الطفل هيتكلفت ويتغطى ويدخل على اوضته ينام 8 9 ساعات هوبفول يعني لغايه تاني يوم الصبح، فتغيرات درجه الحراره هتبقى قليله جدا. لو انا حامل في الحمام لازم اعمل حسابي ان الطفل خارج على جو دافي، يعني خلاص قفلت الازاز، عملت حسابي ان البيت يبقى دافي شويه، مش انه هيخرج من الحمام بعد المعاناه اللي جوه دي يلاقي مثلا سرسوب هواء في الطرقه فيبرد بعد شر عليهم. خدوا بالكم بودرة التلك اللي بنرشها بعد الحمام دي غلط خالص على الأطفال، مش حاجة صح. وحشة جدا لنفسهم وللحساسيات، وللأسف في أطفال بيجي لها التهاب رئوي بسببها، حاجة اسمها اسبيريشن نمونيا بتحصل بسببها، فبطلوها يا جماعة ملهاش لازمة. البنات لما تيجي تحمي البنات المناطق الحساسة عند البنات ما ينفعش يتحط لها أي شاور جل أو صابون، أنت بتعملي ده على الجلد بس، إنما المناطق اللي جوه بتحتاج بس مية جارية. لو الطفل بيقلع لابس حفاضه هيقلعه، يا ريت تشطفي قبل ما تحمي، خصوصا لو عامل ستول، لان الاماكن اللي جوه بالذات ما بتعرفيش تنضفيها كويس قوي مع كركبه والخناق بتاعه الحموم. الطفل امتى يقعد في البانيو؟ اول ما يبتدي يسند راسه بشكل جيد، يعني اغلب الاطفال بتسند في الرابع راسها بشكل جيد، ساعتها ممكن تقعديه في البانيو اللي هو العادي اللي بيتقعد فيه. قبل كده في بانيوهات زي البانيو ده، البانيو ده 45 درجه، بصي معمول 45 مش معمول 90 درجه، بحيث ان الطفل ما يبقاش قاعد كده، لا الطفل يبقى نايم كده وما يتزحلقش لانه له قاعده من هنا، بصي هتلاقي من هنا داخل قاعده كده بتقعد عليها. البانيوهات دي بقت غاليه قوي طبعا بعد الدولار، فما بقاش في حد بيجيبها، فممكن تجيبي حاجه اللي هي السجاده بتاعه الحوض، تبقى لذيذه كده بتتركب في الحوض بتمنع ان الطفل يتزحلق. هتلاقي فيديو مخصوص لتشطيف البنات، وهتلاقي هحطهم لك في اول تعليق، تعليق المثبت، وهتلاقي سلسله مخصوصه للشتاء والمناعه، وربنا يحفظ الولاد ويقويكم.